عندنا 150 هكتار مزروعة من نخيل دقلة نور الممتازة اللي اليوم شرعنا في الجن، وتشوفوا التوازن الفلاح على مستوى ولاية باتنا. عندنا شهر درنا عملية جني التفاح في المنطقة الشمالية، اليوم أنا في المنطقة الجنوبية درنا عملية جني التمور. تتربع مساحة النخيل على مستوى دائرة بريكة ب 150 هكتار، منها 135 هكتار منتجة، اللي والمردود تاع السنة إن شاء الله راه 120 قنطار للهكتار، بإنتاج 16200 قنطار لجميع المساحة المنتجة. المساحة الأصناف التي بالولاية بدائرة بريكة هي دقلة نور، الدقلة بيضاء، الغرس، هي الأصناف السائدة.